وقف مستعرضا مهاراته التدريسية في القاعة التي اعتاد على إلقاء المحاضرات فيها أمام طلاب قسم الهندسة الكهربائية. عبد أحمد أستاذ الهندسة الكهربائية الذي تم تعيينه في المعهد المهني بعد مضي ما يقارب 30 عاما على تخرجه لم يفقد خلالها شغف العلم والتعلم. هنا في قسم الهندسة الميكانيكية يمتلئ المكان ببقايا الآلات القديمة لكنها تستخدم لشرح الدروس النظرية في الوقت الذي تزيد فيه الحاجة للمزيد من التخصصات المهنية وتطوير أساليب التدريب والتأهيل. مشاكل التعليم الفني والتدريب المهني في محافظة أبين والتي هي يعني تمثل معضلة بالنسبة لنا في هذه المحافظة، لكن إن شاء الله بسواعد الشباب والخيرين في هذا البلد أن نحاول نعيد ما دمر في الحروب السابقة. قدم المناهج المتبعة في المعاهد المهنية بالإضافة إلى تشابه التخصصات في جميع معاهد المحافظة جعل التعليم فيها يبدو هشاً كحال مبانيها المتهالكة. علينا إعادة النظر في التخطيط، التخطيط لترتيب المعاهد، هذا عندما تكون جهات المانحة مستعدة لتغطية كافة النفقات، فنحن لدينا تصور متكامل، تصور يفي باحتياجات المحافظة، تصور نقلل فيه خسارة الكلفة التدريب، وتصور يكون مستقبلي لفترة طويلة. أكثر من 6 معاهد مدرجة تحت إدارة مكتب التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظة جميعها بحاجة ماسة لإعادة النظر فيما تقوم بتدريسه وتدريب الطلاب عليه حتى يتمكنوا من الالتحاق بسوق العمل الذي تطورت أدواته واحتياجاته ولم يعد فيه متسع للتمسك بالماضي وأدواته. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.